باش نشهد مع واحد الدولي ديال العلاقه، وجينا احنا الاولين عالميا، وكانوا الاقرب هما التانيين، التالتين لبنان، الرابعين ايطاليا. وانا فخور جدا بالوطن ديالي، ودائما كنشتغل على شكل الوطن ديالي، وهذا الجاي الثاني جبناه كامل، وانا فخور به. اولا فين تعلمتوا الحلاقه؟ مثلا انت الجنرال فين تعلمت؟ واش قريتيها في المدرسه ولا تعلمتي مع العائله مع الوالد؟ جمال فنا. انا اول تدخلي في الحلاقه دخلت في المغرب، كنت كنقرا في المغرب، ما كنتش كنقرا مزيان، قلت الوالد خصني نرضيه باش ندير ندخل الحلاقه. الوالدين ديالي كانوا هنا في هولندا، عندهم صالون ديال الحلاقه بداو 1973 ديال الرجال. من بعد ملي انا بديت كنحاول في المغرب، دخلت كانت عندي 18 عام، قال لي والدي شكون دير واش تبقى في المغرب ولا تجي لهنايا. قلت له انا غادي نجي لهولندا. ملي جيت لهنا دخلت المدرسه ديال الحلاقه، كان عندي واحد افونتاج بالنسبه للدراري والبنات اللي كيقراو معايا. سولوني قال لي يمكن تعطي واحد المعرض او اكسبوزيسيون تبدلو المدرسه. قلت لهم اوكي ماشي مشكل، نمشي بدلتهم المدرسه. الدوله الاولى جيت لو دوزيام زارت هولندا هنا في سويسرا. من بعد اتصلوا بيا الاخوان ديال الفريق الوطني ديال الحلقه، قال لك انت تجي تريني معنا. ومن تما انطلقت المسيره ديالي. بديت كنت لهولندا في جميع لي شامبيونات دو موند، شامبيونات افريقيا ديال لوروب دو موند. خدينا عدد ديال الميداليات، شي 176 ميداليه اللي خديت انا والاخ ديالي. من بعد شهر كنت كندير معايا، والحمد لله في 2004 خدينا شامبيونات دو موند وحبسنا. هولندا ما بقاش تخدم في الكومبيتيسيون ولا شي. الحمد لله من بعد انا كنت ديما كنقول لكون هاد ليكسبيرونس اللي عندي نخدم بها شي حاجه في المغرب. ايوا من 2004 وانا كنقول عارف ما كاينش معاك، ما كاينش واحد اتصال ولا اي حاجه. الحمد لله سي عباس في شهر واحد هذا العام جات الفرصه باش ندير شي حاجه للمنتخب المغربي. هي اللي اتصلنا مع الاخوان، قلنا يلا بسم الله بدينا الخدمه. الحمد لله في اربع شهور مع الواتساب من هنا واللقاءات في ازرو، تلاقينا في معسكر ديال الحلاقه. الحمد لله في تطوان جابوا الله نصيب. الحمد لله الناس بغات تخدم، وكاين الكفاءات ولكن ما كاينش الدعم، يعني الدعم ديال الفلوس ولا شي حد يتكفل بهذوك الوليدات والبنات اللي بغاو يخدموا، مازال ما لقيناش ان شاء الله. والحمد لله زعما النتيجه زوينه، وكنتمنى من الله يكون شي حاجه اللي الامام ان شاء الله يكون نساء كذلك، نساء ورجال كلشي خدمنا فيه الفنيه بخدمه. ايكيب ديال المنتخب المغربي ديال الاداره كانوا فيه 39 ديال الناس اللي مشات من المغرب، فيها موتور ديال الاداره وكاين الناس اللي خدموا. واش كاين شي جمعيه مغربيه ديال سي ان سي ماروك؟ هذه اللي الناس هذو هي اللي ماروك سي ان سي ماروك.
احنا عندنا الصالون ده بس 40 سنه خدوا معانا قوي السلام عليكم. انا يا الاب ديالي كان حماق بما شنقق من العسكر، كان في الجيش في سنه 1977، والقنينه وسعت كذا، وكانت عندي في العمر ديالي 6 سنوات، كنت 6 سنين.